مساء الخير اعزائي متابعي ومتابعات ابو كبير ميديا في كل مكان. منظر غريب على العين، ايه اللي احنا شايفينه ده؟ احمد 35 سنه، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ايه اللي احنا شايفينه ده؟ منظر غريب، موهبه غريبه، لا اله الا الله. يعني زي ما حضراتكم شايفين موهبه لازم ندعمها، لازم نقف وراها ونشجعها، اهو اي حد يعملها لازم ندعمها. او زي ما حضراتكم شايفين يعني لسانه طوله 3 متر، وزي ما حضراتكم شايفين يعني بنفسكم يعني الهيئه، اهو احمد بيعمل بتعمل ايه يا احمد؟ ورينا جسم. لا قول اعمل الحركه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ارجع ورا يا احمد، ارجع ورا. ها ايه اللي انت بتعمله ده يا احمد؟ دي الكمامة. دي الكمامة، ورينا الكمامة يا احمد. جرافات من داخل اي طرف. ورينا ورينا. ادي الجرافات. دي الراجل السحلية؟ دي بتاعت الراجل السحلية. يس. اعملها تاني كده يا احمد. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان للموت لسكرات، اعمل تاني كده يا احمد. ان للموت لسكرات. يعني مع حضراتكم موهبه 35 سنه لسه في عز شبابها يعني، وداخله دنيا يعني كده هتبقى زي ما حضراتكم شايفين احمد موهبه يعني شابه بتتعرض للتنمر في الشوارع، ولكن الناس يعني طبعا شايفه 1% من الموهبه. فقدام حضراتكم حاجه غريبه، حاجه عجيبه، منظر يعني يسر العين زي ما حضراتكم شايفين. لا اله الا الله. قول لنا يا احمد مين اللي قام الموهبه؟ لا اله الا الله. ايه اللي انت عملته ده يا احمد؟ قول لنا بكون جعان. لا انا بكون جعان ايه؟ حرام عليك يا احمد. قول لنا يا احمد مين اللي شجعك وخلاك تعمل الموهبه دي؟ اخويا اسمه مصطفى هو اللي شجعني. قالك تعمل ايه؟ قال انت ممكن تقدم محتوى على تيك توك، انت عندك موهبه جميله. قول له بلاش يا مصطفى عشان الناس ما تتريقش عليا. قال لي لا، قال لي قال انت عندك موهبه مش موجوده عند حد، والحمد لله يعني ربنا كرمني. اعمل الحركه اللي بتاعت البيستا دي. اعمل تاني. اتحدى اي حد في مصر يعملها. على فكره خد كتابك؟ قول لنا بقى يا احمد. اتفضل. قول لنا بقى يا احمد، الناس بتقولك ايه في الشارع على الموهبه دي لما بتقدمها لها؟ والله في ناس بتترعب وناس بتضحك. وناس ايه وانت بتعمل ايه؟ انا بعمل كده. انا اترعبت يا احمد. كمل. الناس بتعمل ايه؟ كمل. الحركه بقى اللي الشهيره عندي على التيك توك وعلى الفيس، لا كمامه وبرفطه. دول الحمد لله اللي خلوني بقيت مشهور على التيك توك. اعملهم تاني. انت متأثرة فينا ولا ايه؟ اعمل كده. اهي بفلوس. بفلوس؟ هتاخد منك فلوس. حبايب اخواتي. اعمل اكتر حركه بتفضل عاملها لاطول مده ممكنه. ايه؟ الفيونكة. الفيونكة. حركة الفيونكة. لا اله الا الله، لا اله الا الله. عندك كم سنة يا أحمد؟ 35. أنا شايف 55 يا أحمد. لا إله إلا الله. الحمد لله. قول لي بقى يا أحمد، احكي لي عن نفسك أكتر. والله يعني أنا اكتشفت الموهبة ديت، أخويا هو اللي اكتشفها لي. أنت عندك، خلينا بس نتكلم ونقول إنك أنت عندك انسيابية ومرونة في حركة الشفايف، ده سببه إيه؟ لأن أنا نفسي أو معظم الناس إن كان كل الناس ما تعرفش تعمل الحاجة دي. بص أنا ما بقول لأي حد بلاش اللي هو يحاول يعمل الحركات دي. ليه بقى؟ حركات زي ايه؟ الحركات اللي هي لا الكمامة والفيونكة ديت. ايوه الفيونكة والجرافطة. ايه الفيونكة؟ ايه معلش انا اتلخبطت من كترهم بتلخبط. طب ورينا كده. يعني الحركة دي لوحدها دي بتتعب
دي بتشد الشفايف، ممكن تأذي حد. يعني هي بتأذي اللي بيجي يعمل، اللي يحاول يعملها. فأنا بطلب من إخواتي محدش يعملها، محدش اللي هو يحاول اللي هو يعمل حاجة زي دي، لأن الحاجة ديت أنا بعملها عشان ما عنديش سنان. يعني الناس بتقول لك أنت لسانك 3 متر، الناس بتقول لك أنت راجل. في ناس حابة الموضوع، في ناس شايفة الموضوع دوت يعني حاجة رعب. فهي اعمل كده. مع انه والله انا بحب اعمل الحركات ديت، ده حجار واطفال، والاطفال الحمد لله يعني حابين الموضوع دوت وحابين الحركات ديت. انت بتعرف تتكلم زي شكوكو عبد الغفور؟ لا لا، انت ما بحبش اقلد حد. لان صوتك فيك الابره منه. هو انا صوتي كده بس، انا ما بعرفش اقلد حد ولا بعرف اتكلم زي حد. فالحمد لله يعني انا مستكفي بالموهبه اللي ربنا مدياني ديت، ودي موهبة جميلة أنا حبيتها وأهلي بيتي حبينها وزمايلي حابين الموضوع دوت. ليه زمايلي بيقولوا لي أنت المفروض إن أنت تروح تمثل، تروح تمثل يا أحمد؟ أنا نفسي إن أنا أطلع على قدام الكاميرات الكبيرة، قدام القنوات. فك دراعتك يعني. نفسي أطلع قدام الكاميرات، نفسي يعني. هتعمل إيه قدام الكاميرات ورينا كده؟ يعني الحركات اللي دي. انت مشهور بحركه السحليه. السحليه ديت بتلعب بناس كتير. ورينا كده حركه السحليه مع ايدك عند ودنك. ارجع ورا شويه واعملها، ارجع ورا شويه. اعمل كده. يا وجعتك فكك وجعك؟ هي حركه صعبه. الحركه صعبه. هي صعبه جدا والله. انهي بقى اصعب حركه؟ لا الثلاثه. بس الفيونكة سهلة شوية. الفيونكة سهلة بس لما رجع اطول فيها ممكن لو قد الله عن الشفايف ديت بتتجرح. عشان الجلد بتشد. اما بالنسبة للجرافات اللي هي اللسان اللي انا بعملها ديت، دي انا يعني بنشد اعصابنا بيها. يعني اعصابي كلها بتبقى جاية من مطرها في الحركة دي. الحركة السحلية؟ تاني؟ تاني. دي اصعب حركه بالنسبه لك؟ انا خايف اخواتي يخافوا مني وكل يعمل لي بلوك على التيك توك وعلى الفيس. لا ما حدش يخاف. حبايب اخواتي. ما حدش يخاف. انت بقالك قد ايه بتعمل الحركات دي؟ لا انا من ساعه ما اتولدت وانا بعملها. بس الناس عرفتني بيها اول ما طلعت على السوشيال ميديا، على التيك توك وعلى الفيس وعلى اليوتيوب. الحمد لله يعني دي حاجة من عند ربنا. دي الناس كانت بتخاف مني من الحركات دي، بس لما طلعت على السوشيال ميديا الناس حبيتها والناس بقت تتعاطف معايا بضحك بيها الناس. يعني أنا عندي بس اللي أنا كفاية عندي، دي أغلى حاجة عندي في الدنيا كلها، اللي أنا أشوف البني آدم اللي قدامي وهو بيضحك، بس يعني مش في دماغي اللي هو بيضحك عليا أو بيتريق عليا، كفايه بس اللي انا اضحكه. ايه اصعب موقف يعني حد جرحك فيه في الشارع؟ هو مواقف كتير. اصعب موقف؟ اصعب موقف لما كنت انا ماشي في الشارع في المنطقه عندي، ففي واحده جت كان معاه ابنها، فهو ابنها كان شطان في حاجه، فقالت له يا ابني لو ما سكتش، كان قاعد عيط، لو ما سكتش انا هخلي العفريت ده يخوفك. فالكلمه دي وشاورت عليا. فالكلمه دي زي ما يكون جبت السكينه وضربتها في جسمي كله، مش عارف اتعامل معاها. عليك يا وبرضك المواقف الصعبه اللي انا بمر بيها برضو في الشارع، ان بيبقى في مجموعه بنات ماشيه في الشارع مع بعضهم، يجوا يشوفوني، بص يا فلانه ده عريسك، لا ده عريسك انت، لا ده ابنك، مش عارف ايه. فالكلام دوت والله العظيم بيجرحنا، برغم ان انا بحب الناس وبحب ان انا اضحكهم. يعني البنات لما بيحبوا ان هم يدبسوا واحده بيقولوا عليك انت؟ لا ما مش بيدبسوا طبعا العقيم. انا باخدها يعني بذبح، يعني بتوصل لاي شخص زي حالاتي كده اللي انت بتذبحني او انت بتذبحيني. هما يعني ده تنمر مباشر عليك. واغرب حاولت تواجه قبل كده يا احمد؟ حاولت تواجه وتقول لهم عيب اللي انتوا بتعملوه؟
لا إيه بقى الانسان زيك؟ واجهت ناس كتير والحمد لله، يعني المواجهه جت بنتيجه كويسه جدا وجت لحاله حلوه. عملت ايه يعني؟ في شخص كان برضك ماشي اول ما شافني بعيد عني، فقمت جيت رايح له. اول ما انا رايح له كده لقيته ايه بيرجع ورا كده وخايف منه. قلت له بص يا اخويا، الحاجه دي بتاعت ربنا، لا انت ولا انا ولا اي حد في الارض ديت اختار شكله ولا اختار اسمه ولا اختار دينه ولا اختار اي حاجه بايديه. هو ربنا مدينا الحاجه ديت، مديني الشكل دوت اللي احنا نقبل، اللي احنا راضين بالعيشه ديت والحمد لله يعني. والله انا الحمد لله يعني. وبرضك في ناس بتقول لي يعني انت بتطلع على اللايكات على المواقع التواصل الاجتماعي على القنوات عشان اخد الترند. لا يا جماعه، انا لو حبيت ان انا اخد الترند هطلع هقل من نفسي وهقل من كرامتي. وانتوا عارفين وبتشوفوا على السوشيال ميديا ناس كتير عشان تاخد ترند بتطلع يعني لمؤاخذه يعني بيقلعوا هدومهم بيضربوا نفسهم بالشباشب. الكلام ده انت ما بتعملش كده يا عم. انا لا، انا بحاول انا اوصل رساله بس للناس، مش عايز اخش الترند، مش عايز ان انا يبقى عندي فيلا ولا عندي شقه ولا الكلام ده. لا الحمد لله، انا بس عايز صوتي يوصل. تحترمني وتحترم الناس اللي زيي، يعني هو ده اللي انا بتمناه من ربنا. اللي انتوا تشوفونا في الشارع تعملونا اللي احنا صديق اخ ليكم صاحبكم اي حاجه، اعتبرونا اللي احنا من المجتمع دوت واحد. يعني ما فيش تفرقه لا في الشكل ولا الدين ولا المعامله ولا اي حاجه. احنا كلنا يا جماعه بشر، كلنا مخلوقين من طين، كلنا زي ما احنا جينا من طين رجع لها تاني. حتى انت اللي شايفه نفسك ملكة جمال الدنيا، انت اخرك ايه؟ شويه تراب هيتحطوا عليكي. وانت برضو كاخويا نفس الكلام انا بقوله لكم، احنا كلنا ولاد تراب. يعني انا ما اتخلقتش من نجمه ولا انت اتخلقت من السماء، كلنا مخلوقين من طينه واحده، كلنا نفس التعب اللي امي تعبته فيا نفس التعب اللي امك تعبته فيكي وابوك واخواتك وكل حاجه. فانا بتمنى من ربنا يا جماعه، ربنا يهديكم وربنا يكفيكم الشر اللي عندي، والحمد لله يعني ارضوا باي حاجه ربنا بيديها لكم. عايزين نختم بقى بعرض منك بقى. حاضر يا اخويا، عشان خاطر بس اخواتي وحبايبي. الناس طبعا مقدره الموهبه. الحمد لله. دي حركه ايه؟ دي فيونكة. دي فيونكة؟ اه، الكمامة الجرافطة والمنديل اهو. بس حبايبي اخواتي اتشرفت بمعرفتكم والله.